ايش فيك يا سلامة؟ تشربين ميلك شيك وتتويعين؟ تراك مصابة متلازمة عدم تحمل اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر يشكل بين 2-8% من وزن الحليب، والكوب يحتوي لغاية 13 جرام من اللاكتوز. هناك إنزيم في الأمعاء يسمح للجسم بهضم اللاكتوز، وإذا هذا الإنزيم كمياته ضئيلة أو مو موجودة نهائيا تحدث مشكلة في هضم اللاكتوز، يصاحبها نفخة أو إسهال أو حتى غثيان وتقيأ، وطبعا ألم نفس حالة سلامة. هاي المشكلة وايد منتشرة وتصيب 4 مليارات إنسان أو 60% من البشر. هي يا سلامة، صعب نصدق الرقم هذا، ولكن من 90% من الناس في شرق آسيا يعني الصين واليابان وكوريا ما يتحملون اللاكتوز. إذا وايد مضايق، الحل هو بشرب حليب معالج خالي من اللاكتوز أو بدائل مثل حليب الصويا أو اللوز أو حتى الرز. وعلى فكرة، إذا عندكم عدم تحمل اللاكتوز تقدرون تأكلون أجبان صلبة مثل الشدر والجودة وحتى البارميزان، وعساكم دوم بصحة وسعادة.